خلوني ارحب بضيفي على سكايب الاستاذ صلاح مدني القيادي العمالي. استاذ صلاح اهلا بك معنا في ايه الحكايه. اهلا بحضرتك استاذه دعاء. اهلا بيك يا استاذ. احنا دلوقتي لو حضرتك متابعنا كنا بنتكلم على قصة مصنع لورد والعمال اللي احتجوا عشان عايزين ان الوزارة عايزين ان المصنع ينفذ تعليمات وزارة القوى العاملة ويخلي الحد الادنى للرواتب هو اللي بيطبق عليهم. سؤال لحضرتك، هي الحكومة بتطلع القرارات وبتطلع القوانين وما بتتابعش مراجعتها او تنفيذها او تطبيقها؟ يعني ده قرار الدولة ان المرتب الحد الادنى في القطاع الخاص 2400 جنيه للعامل، طلعوا القرار وما بيراجعوش كمان ده تنفذ وتطبق ولا لا؟ الحقيقه بدايه يعني انا عايز احيي عمال شركه لورد انترناشونال على وقفتهم الرجوليه. هم الحقيقه وقفوا وقفه رجوله. النهارده اللي طالب بحقه في عهد السيسي يعني بيعرض نفسه للخطر، لكن وقفوا كرجالة ووقفوا كأبطال لغاية لما رجعوا زمايلهم المفصولين. صحيح. فأنا بحييهم كل تحية. وأنا كمان بضم صوتي لصوت حضرتك فعلا. نعم يا فندم. الأمر المهم بقى حضرتك، يعني زي ما وضحتي قلت إنهم عايزين يوصلوا للحد الأدنى اللي الدولة حددته. الحقيقة الحد الأدنى اللي الدولة حددته ده ظالم، ظالم للعمال. يعني النهاردة يعني لما نتكلم عن 2400 جنيه حد أدنى، يعني مبلغ زهيد بسيط خالص لراجل عامل بيشقى وبيطلع روحه وبيشتغل ورادي بيواصل الليل بالنهار وكده، يعني مبلغ يعني بسيط خالص. النقطة الثانية إن مش أدنى واحد وصل ل 2000 جنيه زي ما حضرتك تفضلتي، لا ده اللي بقاله 10 سنين في الشركة هو اللي وصل ل 2000. يعني اللي بقاله 10 سنين متعين في شركة لورد ما حصلش لسه الحد الأدنى اللي المفروض يبقى بداية التعيين. يعني تخيلي الموضوع كبير جدا، اللي بقاله 10 سنين بيتقاضى حوالي 2000 جنيه وما وصلش لسه للحد الادنى، فما بالك بحديث التعيين. الناس برضو بيطالبوا، مطالبهم كلهم متواضعه ويعني عادله جدا 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 واقل من اللي المفروض يحصلوا عليه الحقيقه. يعني ايضا بيطالبوا برفع بدل الورديه. خلي لما بدل الورديه يبقى 5 جنيه، حاجه عيب والله. يعني 5 جنيه، يعني النهارده مش جايبه سندوتش، بدي الراجل اللي بيشتغل في حراره الصيف الشديده زي الايام دي او في البروده الشديده وما يقدرش يقول اي، بديله 5 جنيه بدل ورديه. بيطالبوا برفعها، مطلب عادل جدا جدا جدا، وعيب الخمسه جنيه دي. بيطالبوا ايضا بتثبيت العماله المؤقته. الشركه دي فيها ناس بقالها 10 سنين ولا زالت مؤقته. طب امتى يعني هيثبتوهم وهم طالعين معاش؟ حاجه غريبه يعني. اللي بقاله 10 سنين ده يعني حضرتك معناها انه مهدد في اي لحظه يقولوا له مع السلامه. صحيح. لانه مش متثبت ويقولوا له مع السلامه بلا ادنى حقوق. ليه؟ لانه مش متثبت. ما تثبتش لسه 10 سنين ولسه ما تثبتش 10 سنين وهو عايش في رعب. يعني بيعمل للمدير ده كذا وبيعمل للمدير ده أرجوز وبيعمل مش عارف ايه عشان يكتبوا فيه تقرير كويس عشان ما يمشيهوش الصبح، لانه ممكن يمشي في اي وقت. فبيطالبوا ان العامل ده المؤقت اللي بقاله مده حتى ثبتوا اللي كمل 3 سنين يبقى عرفتوه كويس قوي قوي، ثبتوه. انما كده حرام والله كتير قوي يعني اللي بيحصل. زي ما حضرتك تفضلتي لما حصل كده هددوا العمال بالطرد وهددوا العمال بالفصل، عدد منهم 45 غير اللي اتفصلوا بعد كده 67 وغير اللي تحولوا للاتحاقات برضو عدد كبير. يعني ذبح
بلا رحمة وبلا هوادة. يعني الحقيقة يعني هم عايزين يخلوا العامل ده عبرة الغير عشان ما حدش يعمل كده. ما الناس طبيعي، الناس خايفة النهاردة في مصر، ما حدش بيقدر يتكلم ولا حد بيقدر يطالب بحقه. عشان كده أنا بقول اللي قالوا آي دول أبطال، أبطال. طب أستاذ صلاح، يعني إحنا متفقين على نقطة إن العمال مطالبهم أبسط من البساطة، يعني الحقيقة فعلا والله ما يعني ما مبالغة، فعلا مطالبهم بسيطة جدا. اللي بيطالب ب 300 جنيه زيادة، واللي بيطالب ب 5 جنيه بدل وردية، يعني كلها حاجات بسيطة. فين الدولة؟ وبيطالبوا بالأرباح تبقى سنوية يعني أسوة بباقي الشركات. الراجل يجي كل سنة يلاقي مبلغ أرباح، مبلغ كويس جاي له صحيح، يعمل حاجة، يدهن بيته. فين رقابة الدولة؟ يعني مصنع الورد ده مصنع قطاع خاص، قطاع خاص مش تابع لقطاع الأعمال مثلا، فنقول إن بقى الفساد والمحسوبية والكلام ده. ليه ما فيش رقابة على المصانع الخاصة لتوفير الحد الأدنى لحقوق العمال؟ حضرتك بتطلبي رقابة في عهد السيسي؟ يعني رقابة على إيه؟ مش هم اللي سنوا القوانين؟ يعني مش هو اللي قال إن العامل لازم يبقى مرتبه 2400 جنيه؟ طب ليه ما بيبعتش لجنه تتابع ان العمال بقت مرتباتهم 2400 جنيه؟ ده مثلا على حسب حاله اليوم يعني اللي بنتكلم فيها. يا فندم حضرتك، الناس بتتقتل بلا قوانين وبتتقتل بلا محاكمه. يعني ايه لما ياكل حقوق عامل هو فاضي يراجع قوانينه ولا قطاع خاص؟ وبعدين لو فاضي حتى لو عنده آلية، اللي الناس بتوعه هياكلوا اللي ياكلوه ويهدروا، زي ما بتاعت القوى العاملة، سيدة بتاعت القوى العاملة بدل ما تقف في صف العامل وقفت في صف أصحاب الشركة وضيعت حقوق العمال وخلت العمال الإدارة تدوس على الناس أكتر. تخيلي حضرتك كانوا بيهددوا العامل، إما تكتب خطاب استقالة أو هنفصلك. بس خد بالك لو فصلناك مش هتعرف تشتغل في أي شركة تاني، لو اتفصل مش هتعرف تاكل عيش في البلد. لكن قدم استقالة أفضل، وإحنا هنديلك مبلغ كويس يعني مقابل استقالتك. تخيل المبلغ الكويس ده 18000 جنيه لأعلى واحد في الشركة اللي قضى 23 سنة. 18000 جنيه يعني 1150 دولار مكافأة نهاية الخدمة، اللي راجل ياخدها كده ويعني يفرح بيها. ده شقة عمري، مكافأة نهاية الخدمة. 1500 جنيه للي قضى 20 سنة، 8000 جنيه للي قضى 13 سنة. يعني لو الراجل ناقصه شوية حاجات في البيت يصرفهم في يومين اتنين، مكافأة نهاية الخدمة. وضغطوا على الناس، وفي ناس قبلت بالظلم ده أحسن من الفصل. الفصل مش هيطول حاجة خالص. فالحقيقة اللي بيحصل ده يعني مخالفة فجة وصريحة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مخالفة فجة وصريحة. ويعني ما فيش حد كده يعني في الدنيا كلها، يعني الظلم البين ده وده قتل للعمال بالبطيء، زي ما يعني ما الشعب المصري كله بياخد نصيبه في الظلم والتنكيل، يعني برضو العمال ياخدوا نصيبهم غصب عنهم. تنصحهم بإيه أستاذ صلاح؟ تنصح العمال بإيه؟ تنصح العمال بإيه تحديدا في حالة مصنع لورد؟ هل في أي نصائح تقدر تقدمها لهم مثلا تساعدهم في حل أزمتهم؟ والله يقفوا رجالة. والرجولة دي يعني هيعملوا إيه تاني طيب؟ يعني والرجولة دي مش نوع، الرجولة دي صفة. يقفوا رجالة، رجولة مواقف في طبعا. أنا أعلم إن في سيدات في مصنع لورد كانوا واخدين مواقف رجولية، فالرجولة صفة. فيقفوا رجالة هم وغيرهم من العمال، ما يفرطوش في حقوقهم ولن يضيع حق وراء المطالب. حقوق المصريين كلها إن شاء الله مش هتضيع، ربنا عز وجل مطلع، يمهل ولا يهمل. النهارده كل حاجه، مش العمال بس، كل حاجه في مصر معرضه للحرق وللضياع. ميه النيل ضاعت، غاز المتوسط ضاع، تيران وصنافير ضاعت. الشركات ما باقيه من الشركات من عهد مبارك
اللي خلص على 90% منها بيدمروه دلوقتي وبيبيعوه. لا في امن ولا عيش ولا حريه ولا كرامه ولا مساواه ولا اي حاجه. النهارده مصر بتعاني معاناه غير مسبوقه لا في تاريخ مصر ولا في اي دوله من دول المنطقه، لكن ان شاء الله اقترب وعد الحق، وان شاء الله هيجي اليوم اللي يا ربنا يخلصنا ان شاء الله بقوه الرجال وبعزيمه الرجال وبالمصابره وبالاصرار على اخذ الحق ان شاء الله. ان شاء الله غدا لنظره قريب. استاذ صلاح مدني الناشط العمالي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا.